أما هلأ مشاهدينا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم من عالم الطفولة. دائما بنسلط الضوء على أهم القيم اللي ممكن نعلمها لأولادنا ونغرسها منذ الصغر. اليوم يمكن الوقت هو أهم شيء بحياتنا، كيف فينا فعليا نتعامل مع الوقت، ننظم حياتنا، كيف فينا نسبق الوقت، لأنه الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك. كيف فينا اليوم كأمهات وكآباء نعلم قيمة الوقت للأولاد ليقدروا بالمستقبل يكونوا يمكن ناس ناجحين، يقدروا ينظموا حياتهم وقتهم بشيء كتير منيح وسليم، وبيرجع لإلهم يمكن أهمية قيمة الوقت حسب يمكن محيطهم، حسب عائلتهم كيف بيشوفوا البيئة المحيطة، ممكن من خلالها يتعلموا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا استشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. كيفك مع هذا الوقت؟ لا قدمنا الساعة ولا أخرنا الساعة ولا عملنا شيء. ولا عملنا شيء، لا ضلينا منضبطين إن شاء الله يا رب نضلنا منضبطين. لما نحكي عن الوقت رينا بنحس قد إيه هو مهم بحياتنا، لكن إذا بدنا نوصل هي الفكرة لأطفالنا اللي هن أصلاً بعمر صغير، فقد ايه بنحس اول شيء بصعوبه بهذا الشيء؟ شو هو العمر المناسب لحتى نحن نفهم اطفالنا اهميه الوقت، حتى اهميه استغلال الوقت وساعات مفهوم الوقت؟ لانه غير ملموس فهو غير مرئي، مشان هيك صعب لاطفالنا خصوصا بعمر صغير. نحن لحتى نعمل الاشياء الملموسه اول شيء لازم تكون حياتنا منظمه من البيئه المحيطه. طبعا. منظمه مو فورا بالوقت، لانه الوقت هو شيء مذكور ملقن لكن ما نو منشاف، ما نو مرئي. طبعا. فهو ما رح يقدر يستوعب الفكره الا اذا بلشنا بالخطوات الاولى لنفهم موضوع الوقت هو الجوهر الكلي للعقل. العقل بيخلق معتقدات من مجموعة أفكار، هاي الأفكار نتيجة مثير خارجي موجود بحياتنا. أنا لبلش نظم وقت الطفل لازم بلش نظم الأشياء يلي بتعني للطفل الملموسة، ثيابه، أغراضه، أدواته، الكركبته يلي بحبها، كله يكون منظم قدامه. هو عم يلتمس هذا التنظيم فبصير فيني مرق له الأوقات بين هاي التنظيم. الوقت هو جوهر الحياة الفعلي وهو الأساس المتين لشخصية بناءة بمستقبل متطور دائما مفتوح على تكنولوجيا. مستقبل بده سرعة لحتى يقدر الطفل يوصل له، أو لتكون هاي الشخصية مع الأيام قدراني توصل للأشياء اللي بتحبها. نحن لازم يكون في عنا انضباطات للوقت. التنشئة العفوية اللي بعيش فيها الطفل، الطفل بيجين منظم جينيا، منظم جينيا هو أوعى من هذا الجيل يلي نحن ربينا فيه. التطور والتكنولوجيا والأشياء اللي مفتوحة قدامه خلقت له انضباطات بمعتقداته بأفكاره، لكن نحن التنشئة العفوية اللي بتكون بمحيط بأسرتنا بالبيئة اللي نحن فيها بتعلموا الفوضى، ومن هون ببلش عادي يتلاشى الوقت عندهم. لحتى نفوت بالقواعد يلي بترسخ الوقت للطفل، خصوصا الطفل البيبي. نحن دائما نتساءل امتى الطفل ممكن يتعلم قيمة الوقت. الطفل كل ما كان صغير كل ما كان استيعابه للملموس غير المرئي اللي هو الوقت اكبر، كل ما خلق مع الايام وكبر صار يعني اكثر اتزان. ايه بس هو موضوع كبير لما نقول قيمة الوقت، يعني قبل ما نحكي عن القواعد الاساسية، هي قيمة الوقت نحن الكبار اساسا بتلاقينا غير مدركين لقيمة الوقت. اليوم بتلاقي الناس عم تركض ما انا قدرانه تنظم وقتها، فكيف بدي انا اليوم بسطه للطفل؟ هلا مثل ما قلتي يمكن هي اشياء ملموسه، يعني مرتبطه عند الطفل بالليل بالنهار باوقات معينه. الصبح انا مثلا بروح على الروضه، بعد الظهر باكل بدرس، هي اشياء ملموسه هو فعليا ما بيعرف قيمتها الحقيقيه انه هي مربوطه بالوقت. انا كيف بدي بلش من خلال هالاشياء الملموسه علموا انه في وقت بالحياه؟ هون بتحسي المساله صعبه، يعني بعتقد ما فينا قبل الاربع سنوات. نحن مو شرط نذكر له الالفاظ الوقت والالفاظ الزمنيه، لكن هي ضروريه كثير انه احنا يكون في ساعه مثلا بالبيت. هاي الساعه دائما مرئيه للطفل لانها ملموسه. نحن بدنا نتجه للاشياء اللي فينا تكون مرئيه وملموسه للطفل حتى يستوعب قيمه الاشياء اللي ما انا مرئيه، مثل الوقت او الانضباط او النظام. انا بخبرهم انه دائما الاشياء اللي الطفل بيعرفها اكثر مننا، الطفل منظم اكثر مننا. صح. الطفل قدران انه يمشي بخطى معينه مرتبه، لكن هو مقلد بارع. اكيد انا لحتى اوضع قواعد تترسخ بعقليه الطفل لحتى يفهم مفهوم الوقت، انا بدي يتعامل هو بالمثل. يعني تكون الام قدوه حسنه للطفل. ليه الام او الاب او المحيط الاسري الاخوات يكونوا منظمين، يكونوا عارفين دائما نذكر الالفاظ الزمنيه قدامه. الساعه مثلا 7 نحن لازم نروح على الروضه لنفترض، فالطفل دائما رح يعرف مؤشر
الساعة شوي شوي بصير باللاوعي عنده إدراك لهي الأشياء اللي عم تنقال. بعمر صغير بيسألونا دائما إمتى؟ بعمر السنتين فيك تبلشي تزرعي مفهوم إحساسه بالوقت الإحساس. حتى هو بيردد الى الساعه 6 لانه بيعرف انه امه بتفيق 6، يعني هو بصير تمام هذا بعمر بعد السنتين بس تمام. يصير يلفظ كلمات، بصير بيردد الاشياء دائما المسموعه. بعمر السنتين احنا فينا نجيب صور لليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ليعرف مثلا انه انا بنهار في عندي مجموعه خطوات، وهي الخطوات دائما اكتبها او العمر الصغير حاول حط له صور لها، لانه الذاكره الصوريه بالعمر الصغير كثير محببه للطفل، بتفوت فورا بالذاكره الذاكره طويله المدى. فانا بحط له صور الأطفال إنه نحن بهذا الوقت يعني بجو الصباح بالشمس المشرقة مثلاً بدنا نروح على الروضة، بس عند مثلاً عند غروب الشمس ممكن نبلش نغسل، بحط له صورة اللي نحن عم نغسل، صورة ونحن ممكن عم نفرش أسناننا، صورة ونحن عم نرتب ثيابنا، عم نلبس بيجامتنا، عم نرتب عم نفرد سريرنا أو تختنا لحتى ننام. هاي الخطوات اللي بنمشي فيها مع الطفل هي اللي بتعلمه إحساسه بالوقت. نحن ليه مخربطين؟ لأنه نحن ما ربينا من صغر عندنا مفهوم كافي للوقت. نحن ربينا بمجتمع شوي كانت فيها جو البساطة عائم عليها أكثر من جو التكنولوجيا، فصار عندنا اختلاف حتى بكبرنا بنعطي موعد وشوي ننسى، بنحاول نضبط كثير احتياجاتنا على الأوقات يلي مفروضة علينا، ومنحس شوي بتعب أو تذمر لأنه نحن مو مالنا معتادين. لكن الطفل هو متعود، هو بيعتاد، هو مقلد بارع. أنا بعمل له الأشياء اللي دائما بيكون أنا فيها قدوة لإله، أنا بحاول دائما أذكر الألفاظ الزمنية قدامه، دائما نبهه بالأشياء المحببة لإله بأوقات معينة. نحن بدنا نروح مثلا بعد هذا الوقت، نحن بدنا نجي بعد هذا الزمن، الصور المرفقة، الألوان، أعمل له رزنامة، جدول له الأيام، جدول له الأسابيع، جدول له الأشهر بألوان هو بحبها، بأشياء هو بتعني له، ممكن عن طريق نغمات موسيقية، ممكن عن طريق صور متحركة، صور ملونة يحط له إياها بقلب الجدولة الأسبوع. دائما بحاول أحكي مع الأطفال الأشياء يلي إلها علاقة بالمنبه، بالساعة، بالتقويم الشهري، وحط له المنبه يكون كضوابط للوقت إله، إنه نحن بعد انتهائنا من هذا العمل نحن نعمل أشياء محببة إلى علاقة بالمرح والتسلية واللعب. طبعا أنا ما فيني أضغطه بالوقت طول النهار ويحس إنه هذا من أول ما بدي يفيق ليوم ما بدي ينام في أمور معينة مرتبة، لأنه نحن كبار ومنتدمر من هذا الموضوع. لكن في أوقات للراحة والسعادة، كيف هو بدي يحس بهذا الوقت؟ عن طريق المنبه، عن طريق شيء هو بيربطه ليعطيه ممكن نغمة أو يعطيه صوت أو كذا، لحتى هو يحس بالانفراج إنه هلق هذا الوقت صار وقت مسموح للعب أو للتحرك أو لأي شيء له علاقة بالتسلية والفرح. قد ايه مهم كمان تشارك مع الطفل رغباته بتنظيم الوقت؟ ممكن يكون بده ينام بساعة هو يختارها، ممكن هو بحب مثلا يلعب كمان بساعة هو بيختارها، فقد ايه مهم نحن نشارك فيه؟ مثل ما قلتي لأنه الضغط على الطفل أكيد له نتائج ما حلوة أبدا وغير متوقعة أوقات. نحن لحتى الطفل نشاركه ويشاركنا بالأشياء المحببة له، أنا بعطيه أنه أنت أمتى بتحب تختار تنام 7 أو 8، لكن ضمن الحدود المقبول. الخيارين مناسبين لنا. تمام، الخيارين يكونوا هو مناسبين لنا، لكن هو بحس أنه هو خد حاله وهو اللي عم يختار، ما نفس شيء مفروض عليه. ما نكون نحن محددين له نظام معين، طبعا بتصير ضمن العائلات انه ممكن مره بالاسبوع مره بالشهر انا ما اقدر امشي بهذا الخطوه او بهذا النظام اللي مفروض على الاطفال، لكن مو كل يوم. اذا انا بدي اسهر، اذا انا عندي مناسبه لازم هذا الطفل يكون مخربط نظامه ومخربط وقته معي، لا، لازم انا احدد له انه نحن في عندنا اوقات معينه لازم ننام فيها، اوقات مو وقت، ما نسجنه ضمن اطار معين ومعتقد معين. من 7 لـ 9 ممكن ننام، من الصبح من 6 لـ 7 ممكن نفيق، الفطور من كذا لكذا، اللعب من كذا لكذا. هو دائما رح يختار الوقت الاطول للعب لانه بهذا العمر الطفل بحب اللعب، ونحن فينا عن طريق اللعب نفوت له مفهوم الوقت، مفهوم الساعه، مفهوم المنبه، بالاشغال، بالمعجون، بالقص واللصق. هو خليه يعمل هذا العمل، هو خليه يرسم لنا برنامج يومه. دائما الاطفال يلي بيميلوا للقسم الايمن يلي هن مبدعين، انت طلبي منه انه يرسموا لك نهارهم بالاوقات ويلونوها، فبتحسي انت بتعرفي كيف مرق يومهم عن طريق ترجمتهم للصور او ترجمتهم للرسومات، فهذا الشيء كثير محبب للطفل. انت بتكوني عم بتنبهي دماغه باللاوعي هو شو عمل طول النهار عن طريق رسمات هو اللي عم يرسمها وهو عم بيلونها. طب البيئه المحيطه اذا بدنا نركز قديش بتلعب دور؟
فينا نقول بتنمية قيمة الوقت عند الطفل. يعني إذا ممكن فينا نقول أحيانا في مشكلة العوائل منظمة، يعني أحيانا تشوفي فوضوية، ما في تنظيم، مثلا متعود غرفته مكركبة ما أنا مرتبة، هدول القصص كتير يعني بترسخ جوات الطفل، فممكن تنعكس سلبا. هون هاي نقطة كتير مهمة، يمكن كتير من الأهالي بيقولوا لنا مثلا يشتغلوا ساعات طويلة، ما عندنا هذا الوقت لنقعد وقت كافي مع طفلنا أو لننظم له فعليا وقته، بيكون في اتكال يمكن على حدا آخر، فهي بتلعب دور بقيمة الوقت عند الطفل. قديش بتأثر عليه بالمستقبل؟ ولا فينا نقول فينا مثلا نرجع هيك نتدارك هذا الموضوع بالست سبع سنوات؟ تمام، من عمر الست سبع سنوات نحن فينا نبلش مع الطفل انه انت معتمد على حالك، قد حالك، نحن مربينك بمسؤوليه معينه، بنكون من الصغر مهيئينه لانه هو يستوعب مفهوم الوقت امتى انت لازم تجي. اذا مش مهيئ تمام فيني انا اذا ما الست سبع سنوات يعني اقدر اكيد نحن كبار وفينا نتهيئ ونضبط حالنا باوقات نحن بنحبها، هي عن طريق التحفيز لهذا العمر. اذا هو بالاصل ما له منضبط عن طريق التحفيز المستمر، طبعا مو هدايا كثير ثقيلة مشان ما يحس هذا الشيء له مكافأة، لكن عن طريق التحفيز، الكلام الحلو، الأشياء المحببة البسيطة له لحتى نحسسه أنه أنت إذا عملت هذا الشيء أنت رح تتكافأ بآخر الأسبوع أو بآخر الشهر نتيجة انضباطك بأوقات معينة إحنا طلبناها منك. رينا، السؤال نحن كيف نقدر فعلا نستغل الوقت بشكل كتير كبير؟ اليوم الطفل فينا نقول غرامه اللعب، وهذا حق، حق مشروع طبعا للطفل، لكن في واجبات على الطفل لما بيفوت على المدرسة، في درس، في نوم بكير، في كتير من تفاصيل الحياة، كيف منعلم الطفل الأولويات بالوقت؟ نظام الأولويات وهرم الأولويات كتير ضروري للأطفال. نحن بنعمل لهم هرم نظامي، بنحدد لهم فيه عن طريق مجسمات ممكن أو عن طريق رسومات أنه بهذا الوقت نحن بدنا نحط الأولوية. لنفترض نحن بدنا نفيق الساعة 7، ممكن نجيب أي شيء أو أي كاركتر له علاقة بالفيقة بكير، لأنه هي من الأشياء اللي لازم تكون بأول نظامنا الهرمي، بعدين بنجيب مثلا اللعب، بعدين الدراسي، بعدين كذا. شكل الهرم بالأولويات للوقت كتير محبب للطفل وبيشتغل على القسم الأيمن. نرجع منفوت أنه نحن الطفل بحب اللعب، الطفل بحب الرياضة، بحب الموسيقى، لازم ننمي مهاراته ومواهبه عن طريق تنظيمنا للوقت. نحن باليوم كذا بالاسبوع الساعه كذا عندنا الهوايه اللي انت بتحبها او الموهبه اللي انت بتحبها، فهو بصير بينطر من يوم ليوم لحتى يستنى هذا الوقت. شوي شوي بتبرمج دماغه على انه في اوقات معينه هو لازم يمشي فيها ويتبع مسيره حياته فيها، لا يطلع مع الايام شخص منضبط قدران يواجه هاي الحياه السريعه يلي نحن اذا ما كنا مسرعين معه رح يتاخر كثير بالعلم، بالثقافه، بالتطور، وقدران يكون حابب هذا الالتزام. للأسف نحن لهلق في أوقات نحن بننزعج من التزامنا بالأشياء، يا الله بدنا نفيق بكير، اليوم عندي سهرة، لازم نحن ما لنا مبرمجين برمجة كافية من صغرنا لحتى نحن نكون منضبطين قدرانين أنه نستوعب اللي علينا واللي إلنا بدون ما يكون عندنا شوية تململ أو شوية أفكار سلبية تجاه الموضوع. الصغير منظم أكثر منا، الصغير لو مو نحن منحطه بقوالب جامدة ومنضغط له معتقداته أنه نام بكير لأنك لازم تفيق بكير. شفتي هذا الكلام؟ الكلمة كتير بتأثر على الطفل، أصلاً الكلمة كتير مؤثرة بالكون. فنحن مجرد ما زرعنا إذا نحن ما رح ننام بكير، ما رح نفيق بكير، بيشتغل العقل على هذا الشيء، بصير مع الأيام يكبر إذا أنا ما نمت بكير ما بدي فيق بكير. لا، أنا دائما بزرع الأشياء الحلوة حتى لو تأخرنا بأي شيء نحن رح نوصل إذا نحن قررنا نعمل هذا الشيء، نحن رح نوصل بالوقت اللي بدنا إياه حتى لو كنا سابقينا كأنه بالعلم ولا بالتطور ولا بالمواهب ولا بأي فكرة موجودة. طالما أنا حطيت هدف قدامي وحطيت وقت وحطيت يوم، أنا أكيد رح أوصل عن طريق الخطوات اللي بمشي فيها واللي بتكون مبرمجة بنظام الأولويات بالهرم الوقت. ويمكن هون المسؤولية أكبر، لأنه مع الطفل فينا يعني نستغل الوقت، يعني فينا نلحق الوقت قد ما كان يمكن مؤخر، فينا نلحق وفينا نرجع من الأول وجديد، نرجع نرتب له أولويات. وبالختام بعض النصائح لكل الأمهات اللي عم يتابعونا، كيف هي تتعامل مع طفلها من عمر صغير لتعليمه قيم الوقت؟ نضلنا نذكر الألفاظ الزمنية قدام الطفل، نحاول بكل منزل يكون في ساعة كتير كبيرة، هي أكبر من أي تحفي بالبيت، ملفتة للنظر، تكون خشبية لأنه الخشب بيعطي طاقة إيجابية للطفل. دائما نحاول تكون عقارب الساعة متحركة، خلي الطفل يحركها أنه أنا بهذا الوقت بدي نام، يرجع يرجعها وين، خليه يحسب، خليه يتعلم أنه بين الساعة والساعة في 60 دقيقة. شوي شوي بتكبر
بتوعى مهاراته، بتكبر الاشياء او بتكبر نظرته بالساعه، فبصير بحس الاشياء قديش لها قيمه. نذكر دائما الاشياء المحببه للطفل بصور او بكاركتر محبب نحطه على الساعه، مثلا يوم الاثنين نعمل فهرس، نعمل جدول شهري دائما موجود على خزانه الطفل او على حائط غرفه الطفل، انه نحن بهذا اليوم رح نعمل كذا، بهي الساعه رح نعمل كذا، وما يكون كثير طبعا مو نعبي اليوم بصور ونعبي الاوقات كلها، لا نحاول يكون في تمييز. دائما نحفز الاطفال بمكافآت بسيطه، دائما نلبسهم ساعات رقميه اذا كانت موجودة على الحائط ساعات عادية، الطفل بيستوعب التنتين وبيربى وهو ربيانها مجرد ما كان ملموس، فبيبلش ما عنده هذا تطور الوقت. أكيد بدنا نشكرك استشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية، نهارك حلو.